تفضل. يعني أولا ما يقوم به التيار الصدري هو محاولة لإنقاذ الشيعة في هذه الظروف، خصوصا نعم هذه الظروف والإساءات التي للأسف دائما ما توجه إلى إدارة الشيعة في إدارة الحكم في العراق. نعم، بس قال لك هاي الكلمة، ما جبيته ينسحب من مجلس النواب، لا ما جاوبنا، بالعكس، السيد مقتدى بس هذا صدر، كلام السيد سيء مقتدى طبعا. صدر قدم مشروعا إصلاحيا، وهذا المشروع كان يمكن أن ينقذ العملية السياسية وينقذ العراقيين، ولكن للأسف الشديد يعني محاولات قوى الإطار التنسيقي للوقوف بوجه هذا المشروع قد أجبرت السيد مقتدى الصدر في نهاية المطاف على الانسحاب. يعني حتى موضوع نعم حل البرلمان بالنسبة للجوانب السياسية داخل قبة البرلمان ما عادت مجدية، نعم القضية أكبر بكثير من قدرة البرلمان ولا الدستور العراقي. يعني أستاذ عماد يتحدث عن الجوانب الدستورية والقانونية، وأنا أقول للأستاذ عماد هذا الموضوع انتهى منذ شهر آذار نعم الماضي حينما ضربت قوى الإطار التنسيقي الدستور والبرلمان عرض حائط وذهبت إلى مقر السيد نوري المالكي واجتمعت، على الرغم من أن المحكمة الاتحادية قد قدمت دعوى في شهر نيسان الماضي لقوى الإطار ولجميع نواب البرلمان بحسب نعم التوقيتات الدستورية، ولكن التوقيتات الدستورية بس ضربت. فهمني سيد مجاشع، ليش انسحب السيد مقتدى الصدر؟ انسحب لأنه لا يمكن أن ينفذ مشروعه الإصلاحي نعم، وإنقاذ الوضع في العراق في ظل هذه العملية السياسية. ما عاد إذا عادت الانتخابات راح يقدر السيد مقتدى الصدر يعني يكمل مشروع الإصلاح اللي تحدثت به؟ لأن سيد عباس والسيد عماد قالوا لك راح تطلع نفس الوجوه نفس لا مو يجب الفكر أن لا لا ونفس مو الجهات السياسية. لا مو أكو لازم تكون قبل الذهاب إلى الانتخابات أن يكون هناك عقدا وطنيا جديدا. السيد مع مقتدى من الصدر العقد؟ مع جميع القوى لا، السياسية مو يجب، الإطار اليوم عندنا يعني خلاف وياهم، مع منو؟ هو الأهم شيء ست هيفاء، القضية قضية شيعية والأزمة أزمة شيعية. يعني نعم هناك من يعني في أزمة في لحظة من اللحظات يقول لك القضية شيعية ولا تتدخل القوى الأخرى، نعم عندما يكون القضية نقول قضية شيعية ويجب أن تحل داخل البيت الشيعي يقول لك المكون السني والمكون الكردي، نعم القضية متعلقة بداخل البيت الشيعي يجب أن معقولة تكون هنا. معقولة ما قدروا يحلوها 10 أشهر يعني، لا أو أبدا راح ندخل القضية شهر 11 يعني، ما معقولة. لا أبدا، هي هنا المشكلة. يعني نعم لو كان هناك التزاما بالاتفاقات السابقة قبل الانتخابات لكان قد حلت المشكلة، ولو كان هناك التزاما بالسياقات الدستورية والقانونية لحلت المشكلة، منو ما ولكن يلتزم؟ منو ما ملتزم يعني سيدي بصراحة؟ تحدث السيد مقتدى الصدر صراحة عن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه نعم، قبل تقصد السيد الانتخابات. هادي معقول العامري ما التزم ويا سيد مقتدى؟ لأن السيد هادي العامري والسيد عمار الحكيم هم اللي وقعوا، صح ولا لا؟ ثقي سيد هيفاء، لو قوى الإطار التنسيقي منحت للسيد هادي العامري صلاحيات المفاوضة باسمهم ويتم نعم الاتفاق بين السيد مقتدى الصدر والسيد هادي العامري وتلتزم قوى الإطار نعم التنسيقي اللي كان قد تم سيد الاتفاق منذ مجاشع، ثمن. أريد أسأل سؤال يعني، هذا سؤال والله العظيم مو من يمي بس تجينا تساؤلات هواية. يقول لك بال 2018 اتفق السيد مقتدى الصدر مع السيد هادي العامري يعني، وبعد ما اتفقوا وجابوا لنا حكومة عادل عبد المهدي، أيضا شاهدت المظاهرات وشاهدت الناس طلعوا والظاهرة وأقالوا حكومة عادل عبد المهدي. اليوم الناس أيضا تخاف من اتفاقية يعني، بصراحة هذا مو كلامي، تخاف من اتفاقية ربما تحدث، وهذه الاتفاقية أيضا يصيب بها تبديل حكومة ويصيب بها متظاهرين ويصيب بها دماء. هذا ما يريده قوى الإطار التنسيقي، يريد الذهاب إلى صفقة سياسية. نعم شوف دائما خطاب قوى الإطار التنسيقي، وأنا هنا لا أقصد الأستاذ عباس ولا الأستاذ عماد، نعم دائما القيادات السياسية الكبيرة تتحدث عن ضرورة الوصول إلى صفقة سياسية. هذا موضوع نعم الصفقة السياسية يعني صفقة انتهى سياسية موضوع. تحتاجون؟ هذه الصفقة السياسية يتم من خلالها تقسيم يعني المناصب المهمة نعم في الدولة العراقية بين القوى السياسية، هذه ما عادت مجدية، انتهى هذا موضوع الصفقات السياسية. نعم يجب أن يكون هناك بالفعل حلولا سياسية أخرى. نعم وأنا هنا أيضا أستغرب، يعني هناك من يقول للتيار الصدري يتحمل المسؤولية، كيف للتيار الصدري والدستور يقول رئيس الوزراء هو الذي يتحمل نعم المسؤولية باعتباره المسؤول التنفيذي؟ السيد مقتدى الصدر خليني التيار جاوبك. الصدري منذ نعم يعني عام 2006 ولغاية الآن لم يستلم أي منصب لرئاسة نعم الوزراء، نعم كما نعم أنه هو خليني أكثر جاوب. معارض